بالصلاة على النبي. خوتي خواتاتي، الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. إيوا أنا عرض الله وعليك، والصلاة على النبي. وكتعرفي النبي صلى الله على الحبيب الشافع، وكتعطي لعباد الله القرطاس، وكتعطي لعباد الله البينيسيلين تضربيها لهم في ظهرهم. اختي اين وجه عندكم؟ اختي ايش بغيت غير نفهم هذا الوجه اللي كرم اللي الله كرمكم وكتخدموه وكتخدموه لهذا الشيء. عطانا ربي، عطانا ربي واحد الوجيه زوين باش نتعاملوا زوينين، ربي كرمنا. ولكن نتوما قراءة القرآن نعلط الله وعليك، باقي دوك التعارج ما كيهمونيش، ولكن نسي انا باغي نهضر معاك وحشمانه نهضر معاك حيت كتذكري الله في اول لايف، كتذكري الله في القناه ملي كتبغي في الفيديو ما كتبغي تحطيه. تنحشم تنقول هاد المراه قراءه القران مسكينه ومحترمه ما كديرش المكياج ومحترمه كتلبس جلابتها مستوره وكدير شويلها، ولكن هاد الاحترام كله غير تيبان من الفوق. انت من الداخل ما محترماش، انت عندك قلب موسخ، انت عندك عقل موسخ، انت عندك عينك عماهم اليوتيوبر على تعماولك وخا دايره نظاظر راكي ما كتشوفيش، ما كتشوفيش هاد الدنيا على الحقيقه اللي كتقولي لهم. امها بالسيف عليها دير العرس، امها مفروض عليك ديري العرس، اش اختي انت ديريه لها؟ يا كنتي قلتي شوفي انت كي دايره وما درتيش، قلتي العرس ما درتيش العرس، انت اللي لاباس عليك امك لاباس عليها 10 الطوموبيل وراجلك لاباس عليه وكيتخلص بربعة المليون في الشهر، امك لاباس عليها كانت استاذه ولا محاميه ولا ما نعرف، وها انتيا ام وش عندك الاراضي، وهادي ماما غوله كتقول لك نتوما ما خصكم حتى شي خير، دايرين الجمعيات نتوما قلتو كتعطيو صدقه للناس وهكذا، وقناتك ما طلعاتش حيت قلبك خايب وعيتي كتعايري فيها وعيتي كتعايري فيها وما خليتي حتى معياره، وفي التالي حقا اجي نتصالحو. انت عندك القلة 7 سنين في عمرك غادي تجي تصالحي، انت ما كتصالحيش، متصالحه على القناه ديالك على قبل القناه، كتبغي القناه ديالك، انت ما كتبغيش ماما غوله، انت ما كتبغيش ماما غوله صاحبه جهنم من اهل من مازيد، انت كتبغي قناتك تكبر وقناتك تغلاض. لحقاش كنتي باغيه بالصحاب اللي غتفوجي في القناه اديني شي حاجه، شي حويجه، شي خريجات، شي تويشيات، شي حاجه عندك ما تعطي. انت عطاك زاويه كما حطمتي لي مي وكما بهدلتي لي مي، انا نبهدلك يا المبهدله شي، انا غنبهدلك وغير كنت مشغوله انا عاد ساليت لكم، ما انا مي ها انت ما غتشوفوا شنو غيوصل لكم. بعدا انت دعاوي دمي غيبانوا عليك ويخرجوا فيك ان شاء الله. لحقاش كنتي كتهضري معاها في نعيمه وقلتي لها ناخذ لك التليفون، والحمد لله خديتي لها التليفون غير ب 25000 فرنك، غير 5000 ريال، ورحنا هرسناه ورميناه حيت قلنا لها شوفي اش كتقول فيك، وريناها الفيديو اللي انتيا كتعطيها للراس. ولكن ملي كانت حداك وكانت حدا ماما غولا، حدا معلمتك لالا غولا لالاكم، كانت مع لالا غولا لالاكم، كنتو كتخافوا من لالا غولا لالاكم وكتقولي لها امي زهره هي امي زهره دعي معايا امي زهره امي زهره. واش نسيا طاكسي؟ واش نسيا كورسا؟ سيدي خلف عائلتك في المساكن، راه كاين المساكن في المدينه، هبطي للمدينه سيدي بوجيده فيها الفقراء غير مشتين، سيري حداك غير بن دباب راه عامره بالمساكن، سيري حداك غير تما كاين 45 عامره بالسعاين، ديري فيهم الخير ودي لهم والديهم للطبيب، وسيري ديهم للحمام عطيهم باش يمشيو للحمام وعطيهم باش يحسنوا، وسيري السويقه وتلقاي الفقراء كيتقداو وخدي لهم شويه ديال الخضره وخدي لهم شويه ديال الدجاج وشويه ديال الحوت، وصدقي حيت انت راه البنكه مخنوقه قالت لنا ماما غوله. ايوا يا مبلصت العين اسبانيا، ايوا يا الميكروب اسبانيا، يا مبلصت العينين دايره لهم فيترينا لابسه بينوار واحد هو اللي كتكسابي، كتجي مسكينه من الخدمه معطله، ويا سلام على اهتمام مسكينه حنينه انت بزاف، واش تخليهم مواتكم تحنوا على عباد الله؟ ما بغيتش نفهم الميكروبات،
انا بغيتش نفهم الميكروبات واش عندكم مواتكم ولا ما عندكمش. واقيلا كابرين نتوما مع عيالات باكم، عندكم مرت باكم يمكن، حيت تكون عندكم الحنان للام، كون راه هو ما يعملكمش العينين وتبقاو تقلبوا على حفر جهنم. ما يمكنش تقلبوا على حفرات جهنم. الخنز ديال اسبانيا، الميكروب ديال اسبانيا، الوباء ديال اسبانيا، الطماعه. كتقولي ما خصكش الدعم، وشنو هو هذا؟ هذا هو الدعم الكبير، كتقلبي عليه بطريقتك. باغا طلعي في العماريه يا واد، هذاك العماريه ديال الدنيا راها دايزه، حنا كنقلبوا على العماريه ديال يوم القيامه. ولكن جيت يا عيني الفيترينه ما سهلاش، كيسحبني مرض ديال 60 عام تكون بعقلها مسنه، زعما انتيا غتكوني زعما كتعرفي القيمه ديال رضات الوالدين. ساعه كتدافعي انتيا على ماما غولة ديالك مسكينه، بس انتي مسكينه، لك انتي مسكينه، انتي مسكينه بحالها. اي والله يذبحك ان شاء الله سكينه. وانتي ملي تجي وانتي تقادي في المرايا 40 عام باش يرا تباني الكاميرا، وجاك كيولي مقبص، اجي يصيفط لك القباص من المغرب باش يصاوب لك شي نقيشه زوينه ينقشك باش عاد تقادي وتعلمتي تتهضري. اي كانوا ديما اليوتيوبر كيعايرك ماشي يخليو لكش ما تقديش حتى تجاوبي، كنتي كتهضري غير الحامضه، هذه الحامضه قولها ولدي، هذه الحامضه، هذه حماضات. دابا نسال نسرح لك حاجه، رضات الوالدين يا غير على بان انا ما خليتولهاش. ياك نهار البنانه حنا مشينا بغينا ننتحروا، ها بغينا حنا ننتحروا، كنعايروكم على البنانه اللي كنقول لكم راه ما دارتش بالعاني. ديك النهار اللي قلتو حسن رديتوها شفاره ورديتوها نصابه ورديتوها معفونه ورديتوها موسخه، ها دابا حيت رضات الوالدين عجبكم سخط الوالدين باش تطلعوا القنوات ديالكم. عندك صحابك كنثيقوا فيك، راه داكشي حب عندك بزاف عليك، داكشي يكون عندك حب بزاف عليك، بزاف عليك يا الميكروب يا الوباء. ولكن تتبعني ليش انا بالحق دابا ان شاء الله تدي لك الوسام، وداك الوسام ديه معاك الجهنم الحمراء، ديه معاك الجهنم الحمراء يا الميكروب اسبانيا يا الوباء. شبعتو فكرشكم خبيز في الدوال ودابا كتهضروا، شبعتو خبيز فكرشكم ودابا كتهضروا، كتوليو عليها ناس، كتوليو عليها عيالات، وكتبينوا فيها راكم بنادم وراكم بشر. حاشا لله، واش القران ديالك انت يكونوا بشر؟ ها الحامضه بالصح، الحامضه بالصح وبالنيه. وهذا يا ولادي وبناتي الغاليين من طنجة للقويرة وداخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، ولا ننسى أخوتنا الجزائريين وأخواتنا الجزائريات، ولا ننسى أخوتنا وأخواتنا في كل ما هي مدينة وفي كل ما هي دولة وفي كل ما هي أرض. وديما تقول لكم هذه الأم الصحراوية الحرة. أولادي الغاليين وبناتي الغاليات، أراكم تاج فوق هذا الرأس. السلام عليكم ورحمة الله. اش اختي انتي ديري لها؟ يا كنتي قلتي شوفي انتي كي دايره وما درتيش، قلتي العرس ما درتيش العرس، انتي اللي لاباس عليك، امك لاباس عليها، عشرت لك الطوموبيل وراجلك لاباس عليه وكيتخلص ب 4 مليون في الشهر، امك لاباس عليها كانت استاذه ولا محاميه ولا ما نعرف، وها انتيا ام وش عندك الاراضي، وهذه ماما غوله كتقول لك نتوما ما خصكم حتى شي خير، دايرين الجمعيات نتوما قلتو، كتعطيو صدقه للناس
وهكذا وقنتك ما طلعاتش حيت قال